عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. صباحكم زي الفل، وصباحكم سعيد وجمعة مباركة. وجه لي سؤال من أحد الأخوات، وأنا أرى أن السؤال هذا مهم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون إجابته فيها نفع للجميع. كان السؤال من الأخت: كيف ممكن الواحد يكون طبيب ناجح؟ لا أريد أن أشير نفسي بأني طبيب ناجح، ولكن أرى أني الحمد لله رب العالمين وفقني ربي في كثير من الأشياء اللي جعلت مني زي ما نقول مقبول إلى حد كبير عند الناس بكل جنسياتهم، بكل لغاتهم، بكل أديانهم. من فضل الله سبحانه وتعالى بلاحظ أنه الناس بتهرول هرولة وبتحاول تستقتل لتجد موعد عندي أو للقاء معي أو للحديث عندي. وهذا سبحان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى قبل كل حاجة، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى قبل ما نقول إنه والله هذه شطارة مني. لا، ما هي شطارة، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن في نصائح الواحد لو اتبعها بإذن الله تعالى ربنا حيكرمك وحتكون إنسان ناجح في حياتك. الشيء الأول اللي أنا أنصح فيه دائما إنك تخلص عملك لله سبحانه وتعالى. اجعل عملك اللي أنت بتقدمه في مجال الطب خالصا لوجهه الكريم، ولا تكون راغب من وراه لا سمعة ولا صوت ولا فضل على أحد، ولا تحاول إنك تمن على الناس بعملك اللي انت بتقدمه لهم او الخدمة اللي انت بتقدمه لهم. خذ عندك في بالك دائما انه العمل اللي انت بتقدمه للناس هو واجب عليك وليس فضل منك لهم. هذه اول شيء لازم تخليه في بالك، سواء كنت طبيب او غير طبيب. اعمل دائما لوجه الله ولا تنتظر من الاخرين اي شيء، والله سبحانه وتعالى اكرم منك، هيعطيك اكثر مما انت تعطيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: خليك دائما متواضع مهما بلغت في العلم، تواضع وتخيل نفسك مثل النخلة. النخلة كل ما شالت ثمر أكثر كل ما تواضعت واقتربت من الأرض، لأنها تحمل الكثير من الخير والكنز اللي عليها. هذه مهمة جدا. الشيء الثاني: حب عملك أكثر مما تحب أي شيء. خليك يعني عاشق لعملك وشغلك وعمل شغلك، وإنت فرحان به ومبسوط منه، وإنك تبغى تعطي في عملك أكثر. صبح الصبح لا صليت، يعني كأنك مشتاق إنك تقابل عملك بشغف، وروح وعمل شغلك وإنت شغوف بشغلك. الشغف هذا يجعلك مبدع في عملك، يجعلك قادر انك تعطي افضل ما عندك لعملك، ويجعلك قادر انك تكتشف مكامن الخطأ والضعف اللي فيك وتصلحها وتجعل منها مكامن قوة. وهذه احد مكامن القوة التي يتجاهلها الاغبياء، وهو ان تكتشف مكامن الضعف ومكامن الفقر فيك. قدرتك على اكتشاف هذه الأماكن هذا مكمن قوة قوي جدا فيك، وممكن منه أنك تقدم خير كثير لنفسك، كما أنك ممكن تقدم خير كثير للآخرين. خليك عارف أنك على ثغر خطير جدا للدفاع عن حياة الناس، ووجودك في هذا المكان سبب من أسباب أنك تنقذ حياة إنسان وتنقذ حياة أسرة وتنقذ سعادة بشر. فإذا أخذت في بالك أو في عين الحسبان أهمية هذه النقطة وخطورة هذه النقطة، سوف تذهب بك بعيدا في النجاح وتطلع وترتفع بك فوق السحاب، بل وفوق النجوم أيضا. شيء مهم جدا للأطباء بالذات والعاملين الصحيين وممرضين وغيرهم: انتبه في يوم من الأيام تفرق بين مرضاك، سواء كانوا الأغنياء، فقراء، أصحاب منصب، أصحاب سلطان. لا تفرق. مريضك لما يجيك أعطيه كل ما تملك بغض النظر من يكون. جيت الطوارئ
لقيت الملك جاي وعنده زكام، وجاي واحد فقير أوبداخلوز يعني بدون سكن أو مشرد، عنده احتشاء في القلب، عالج صاحب احتشاء القلب والملك يستنى. انتبه إنه عينك تذهب بعيد عن أداء واجبك. أداء واجبك بأمانة وصدق أهم جدا من إنك تحصل على حظوة أو مكان عند مسؤول أو سلطان أو صاحب منصب. منصبك ومكانك عند الله سبحانه وتعالى هو الأهم، وهو اللي حيشيلك، هو اللي حيرفعك وحيوصلك بعيد. الإنسان لأن الناس ما حيفيدوك، اللي حيفيدك الله سبحانه وتعالى. فكن أمين في أداء عملك بغض النظر من يقف أمامك. قوم بعملك على أكمل وجه، ولا تعمل شيء أنت ما أنت واثق فيه أو بتحس أنه ضميرك مش مطمئن له. واليوم اللي تحس فيه أنك ما تعرف مو عيب تقول ما أعرف. يقول الألمان ist kein Schande zu sagen ich weiß nicht. Schande zu tun was du nicht kannst. من العار أو ليس من العار أن تقول أنك لا تعلم. العار أن تتدخل فيما لا تعلم أو أنك تعمل ما لا تعلم، هذا عار كبير. وبالنسبة للطبيب هذا شيء كارثة، ممكن يكون قاتل. فإذا جاك شيء أنت ما تعرف قول ما أعرف، يعني مو عيب، بالعكس ترفع قدرك. هذه الكلمة إنه ما أعرف كلمة ترفع قدرك وتدل على كم المعرفة اللي يمتلكها الإنسان. كل ما تعلمنا وكل ما زادت معرفتنا، كل ما اكتشفنا مكامن ضعف وفراغ فينا أكثر، وكل ما كان علمنا أقل حسينا أنفسنا أن احنا نمتلك الكثير. فيوم ما تحس أنك تعلم الكثير أعلم أنك جاهل، ويوم ما تحس أنك تحتاج أنت تتعلم أكثر أعليك عارف أنك عالم، أنك هنا في محل عالم. العالم هو اللي يحس أنه يبغى يتعلم أكثر، هو عطشان للعلم، كأنه في صحراء قاحلة وبيبحث عن أي قطرة ماء يروي بها ظمأه. هكذا هو العالم، يبحث عن أي قطرة أو أي معلومة صغيرة تروي بها ظمأك كعالم وكطالب علم. معلومة أيضا أخرى أو نصيحة أخرى، احرص على أنك تتعلم لغات كثير، حاول تتقن لغات كثيرة جدا. إتقان اللغات بكثرة يفتح لك مداركك، يخليك قادر أنك تتعاون أو تتفاهم مع ثقافات مختلفة كثيرة، ويجعل هذه الثقافات حريصة أو يجعلك حريص أنك تكتشف في هذه الثقافات ما لم يكن موجود في ثقافتك، وما لم يكن موجود في ديانتك، وما لم يكن موجود في لغتك، تجده في أشياء أخرى تفيده. في ذلك في مثل يقول الحكمة ضالة المؤمن، هو أولى بها أينما وجدها. فعلينا نحن كمؤمنين أن نبحث عن الحكمة في كل مكان، وإذا وجدناها فنحن أولى بها وأحق بها أن احنا نأخذها ونتعلم منها. فتعلم اللغات أحد الأساليب وأحد الفرص اللي ممكن أنك تجد أسباب نجاح أمم وأسباب نجاح دول وأسباب نجاح ناس معينين أو فئة معينة من البشر استطاعت أنها تصل إلى القمة في فترات قصيرة. ونصيحة طبعا أنه تجتهد في تعلم هذه اللغات، لا تستقل بأي شعب ولا تستقل بأي ثقافة ولا تستقل بأي حضارة. كل الحضارات جميلة وكل الحضارات مهمة وكل الشعوب رائعين جدا، فيهم أناس إضافة يعتبرون إلى هذا العالم. والشعوب التي تجد فيها ناس سيئين جدا زي النازيين والعنصريين والمتطرفين والإرهابيين إلى آخره، أيضا هذا شيء مفيد وإيجابي أنك تتعلم كيف ممكن يكون الإنسان سيء عشان ما تكون سيء، وتعلم ولدك أنك ما يكون سيء، وتأخذ هذه الأمثلة أنك توريها أولادك أنه هؤلاء هم المثال السيء الذي لا يمكن أن يتبع أو أن يلحق به. اتقن لغتك العربية، خليك حريص دائما أن تتحدث بلغتك العربية بشكل فصيح وبشكل متقن. حاول أنك تستخدم لغتك العربية في معظم معاملاتك. لما تكون في بلد عربي تحدث باللغة العربية الفصحى وتحدث بطلاقة وكن فخورا بحديثك باللغة العربية. يزعجني ويحزنني
عندما أزور بعد بعض الدول العربية وأجد عربي مثلي يتحدث معي بلغة أخرى، باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو باللغة الأسبانية. لماذا؟ وأنا أحدثك بلغة القرآن الكريم، أجمل لغة وأشرف لغة على كوكب الأرض. هذه بعض النصائح اللي أنصح فيها لمن يريد أن يكون في حياته ناجح. نصيحة أخيرة قد يختلف معي ناس فيها كثير، لكن أنا رأيت لها علي مردود إيجابي ورائع واستفدت منها في حياتي كثير، هو أن تقرأ كثيرا في غير تخصصك، بالذات في الفلسفة. أنا أعشق قراءة الفلسفة، فيها جوانب سيئة أو فيها جوانب غير دينية، لا دينية، تحاول أن تثبت لك أن لا وجود للإله، وأنا أرى هذا شيء أيضا إيجابي. تستطيع منه أنك تتعلم كيف تنتقد هذا الفكر من دون ما تتعادى معه، من دون ما تحاربه، انتقده بالحجة، لأنه ديننا قوي بما فيه الكفاية لنقض حجج هؤلاء الناس بدون أنك تعاديهم أو تحاربهم أو تدخل معهم في صراعات أو في حروب أنت في غنى عنها. أنت تمتلك دين قوي، تمتلك حجة قوية، تمتلك قرآن رائع، تستطيع به أنك تطمس كل الحجج اللي بتحارب وجود الله سبحانه وتعالى أو بتحارب الدين أو أيا كان نوعها. لا، حاول تكون حريص أنك تقرأ بكثرة في كل المجالات وبالذات في الفلسفة. هذه توريك العالم بعيون أخرى وبعيون مختلفة، وتخليك تفكر أيضا بطرق متعددة ومختلفة لكي تجد طرق متعددة لحل المشاكل اللي بتواجهك في حياتك. هذا الفيديو هحول لكم إياه على اليوتيوب ليكون متاح للجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع وأن يجعلنا وإياكم ممن يبتغون وجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.